حاجات عاملينها مستطيله وفي حاجات عاملينها مايله زي اللي في النص بالظبط. اه لا ليه نص مايله مش مفيش باكر؟ عشان لا عشان ما تفقدش الكهرباء. المشروع ده يا فندم تكلفته كام وهيوفر لنا فرص عمل ايه؟ هنتكلم على ده بس على مشروع المحطه بنبان كله. بنبان كله حوالي 2 مليار دولار. 2 مليار دولار ده يوفر لنا كم فرصه عمل؟ من 8000 الى 10000 فرصه عمل خلال فتره الانشاء. هيعمل لنا وفر كام في الفلوس كوقود؟ احسبها بقى يا عم. طب المحطه الواحده بتعمل وفر المحطه ال 50 ال 50 مش هحسبها والله، ممكن احسبها واقولها لك واحنا راجعين. تمام مفيش مشكله. طب هو هيبقى ان شاء الله هيتم الانتهاء من المجمع ككل على امتى؟ ان شاء الله مارس الجاي. مارس الجاي ان شاء الله، يعني مارس 2018 19 اصلا. الرئيس هو اللي هيجي يفتتح ان شاء الله بحسب تصريحات الوزير. طب اخر حاجه، امتى ممكن نشوف تصنيع محلي لمكونات الطاقه الشمسيه بما اننا عندنا اكبر مزرعه طاقه شمسيه؟ وزاره الانتاج الحربي معنيه دلوقتي بدخول في شراكه لانشاء مجمع صناعي لانتاج الخلايا الشمسيه بقدره على الاقل 1 جيجا وات. 1 جيجا اللي هي 1000 مليار.